ومن العلامات الصغرى للساعة انتشار الأمن، وقد انتشر الأمن في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ومما يدل على ذلك ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب من العراق إلى مكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعدي بن حاتم: أتدري ما هي الحيرة؟ قال: نبئت عنها ولم أرها. فقال يوشك: إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة، يعني المرأة، أن ترى الضعينة تسير من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وانتشار الأمن سيحصل أيضا في آخر الزمن، في زمن المهدي حينما يعم العدل.